السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة فك الحظر عن شخصين معطين بعض بلوك في الانستغرام. طبعا الكثير يسألني عن هذا الشيء، انا شخصيا والله بالبداية ما عرفت حل المشكلة، ولكن بحثت بعمق والحمد لله توصلت للحل. بالتحديثات القديمة ما يظهر الحساب للشخصين نفسهم الا تسوي جروب في الرسائل الخاصة، وبعد كذا تشيل الحظر. الطريقة هذه ألغوها. الطريقة الثانية اللي أنا بشرحها الحين، مثل ما قلت لكم أنا بحثت بعمق ويعني اجتهدت بهذا الشيء، يعني مجهود فردي مني أنا شخصيا. الحل إنك إذا أنتوا شخص معين أعطيتوا بعض بلوك، لازم الشخص الأول يفك الحظر وبعد كذا الشخص الآخر يفك الحظر. نتعرف على الطريقة مع بعض. ندخل على انستغرام، طبعا هذا حسابي في انستغرام وتشرف متابعة الجميع. انا مثلا اعطيت شخص معين بلوك، شلون ادخل على حسابه؟ لو بحثت عن حسابه وهو معطيني بلوك، طبعا اذا بحثت عن حسابه ما يظهر لي. الطريقة بسيطة جدا، تدخل على اي فيديو او صورة سواء لك او لغيرك، وبعد كذا تكتب تعليق، ونضغط على علامة الات بالبداية، وبعد كذا تكتب اسم حسابه وتضغط على اضافة تعليق، وبعد كذا راح يظهر لك حسابه هنا. لما تضغط عليه راح يظهر لك الحساب بشكل واضح، وتضغط على 3 نقاط بالأعلى بجهة اليمين وتشيل البلوك. بعد كذا هو يسوي نفس الطريقة بالضبط وراح يقدر يشيل البلوك. هذا الحل اللي أنا توصلت له. طبعا إصدار التطبيق اللي عندي الآيفون آخر إصدار، والجهاز الآيفون آخر إصدار، ممكن أنتم مو محدثين إلى آخر إصدار، هذا ممكن الخطأ من هذا الشيء الله أعلم، لكن هذا الحل الوحيد اللي أنا توصلت له. أتمنى الشرح كان واضح وبسيط وسهل. أي سؤال أو استفسار أنا دائما وأبدا بالخدمة. أتمنى من الجميع الضغط على الاشتراك والضغط على أيقونة الإعجاب. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.